وتعرف ولا ما تعرفش ذو؟ ما عرفش ال لا قيتار على العودة. أنا نسيت ما عندي وقت ما. الله يبارك. رانا مع سي الحسن هكذا الحسن. نعم. بسطي. اللي داير حالة في المعلمين في التربية أنفو. حبيت نعرف عليه يعني ما هو المشكل تاعك مع المعلمين يعني. هل عندك مشكل؟ لا ما عندي حتى إشكال لا مع المعلمين لا مع المؤسسة التعليمية. ها؟ مجرد رأي. والرأي هذا مبني على مبني على تجربة خاصة ولا مبني على ما أراه ما عشته ما أراه مثلا ها. تكلمت البارح على أجور التعليم في الجزائر قلت هي أحسن في أفريقيا جماعة جابوا وقال لك لا أن هناك راك ماكش عايش هنا واحد يقول لك ردود أفعال ومش تفاعل أو ها. ها. أنا حسبت على أساس الوظيفة ما قارنتش بالمدارس الخاصة بالمدارس العمومية ها. المدارس الخاصة على بالنا في أوروبا أو في الدول العربية أو في إفريقيا المدارس الخاصة الأستاذ يتقاضى أجر أعلى مقارنة يعني بالمعلم أو الأستاذ الجزائري هذا الشيء مفروغ منه لكن بالنسبة للوظيفة الحكومي هما أدنى الأستاذ الجزائري أو الإطار الجزائري تاع التربية أعلى أجر من أنت على أي أساس بنيته؟ على اسميك على أي أساس معلم جديد معلم مكون وش كيف بنيت؟ عندك قدامك جدول جدول قدام لكن انا قريت وشفت ما تنشره الاداره المركزيه ما انت وش خدمتك تجاره تجاره وقلت خطيت التعليم ما علمتش انا ما دخلتش مدرسه تعليم ما دخلتش خلاص ما دخلتش انا مدرسه تعليم وين تعلمت تكتب وتعلمت الانجليزيه والالمانيه وهك سوا يعطيك هذه اجتهادات خاصه كيف اجتهادات خاصه مع زملاء ما يسموها هذه اجتهاد خاصة يسموها وش يسموه اللي يتعلم وحده؟ عصامي عصامي ترمي هاك تشبع إذا أنت عصامي وليه ما قريتش؟ قريت ويش قريت؟ وقت خرجت من التعليم؟ دفعة 89 وش من مستوى؟ نهائي خرجت بالنهائي يسمى قريت كيفاش تقول عصامي؟ قريت هي وين كنت تقرا وين ثانوية؟ مقري عند الشيخ ابن شيخ نجيب بودريس هذا هو انجليزيه وزيد الادب الادب عند بن عمر الله يرحمه الله يرحمه عند تطراوي محمد سلام اصفور ها انت من مواليد 70 الله يبارك وهذو يعني ما كانش هكذا من ثمارهم يعني انا تكلمت عن المطلق ما تكلمتش انا ما وضعتش كل الناس في سله واحده مش من طبيعي ها أنا فئة معينة يعني لما تكلمت في إطار عام نقاش عام مش ما خصصت كما نقولوا فئة دون تقسيم فئات كاينين أساتذة أو مربين في المستوى اجتهدوا باش قدروا مدوا إمكانياتهم باش استطاعوا كاين الآن أنا واثق وشفتهم في زملائي يقول لك قرأ ولا ما قرأش ما على باليش الله يربح كاين هذه بصح هذا بصح هذا لا يمثل بدليل انا نعطيك دليل ان النتائج في تحسن رغم يعني الغش وكلش ولكن كان التلاميذ كما هو معروف كاين تلاميذ ممتازين بالسيف على كل واحد يعني وهما ما ولاوش ممتازين وحدهم يعني يا اخي هكذا يعني كانت مساهمه نتاع المعلمين تاعهم من الابتدائي حتى للنهائي كان مراحل يطلع فيها حتى وحنا ماناش دايرين في بالنا باللي كل التلاميذ راح يخرجوا كيف يقولوا عباقره في منذ بدايه السمة التعليم هما شاك فوا يخرج واحد زوج عباقره ثلاثه اربعه وحنا الاعوام الاخيره كاين نجاح ماهوش كيما النجاح اللي نحوسوا عليه وكل الناس بالنسبه كيما بارتو في العالم كيما بارتو في العالم يعني نوابغ قلال نوابغ ذوك حالة خاصة بصح في المقاييس نسبة ما نقولوش النجاح نسبة تمكن طالب من المعرفة ضئيلة جدا
ضئيله جدا، خلينا نسبه نجاح ممكن تلقى بس هذا 70% بصح اللي فاهم وقادر هذا ماهوش هذا ماهوش سبب تاعو المعلم. انا كي نقول المعلم اقصد به جميع الفئات يعني سواء في الابتدائي والمتوسط ولا الثانوي يعني المرحله. اذا انا واش نقول؟ ان المعلم عنده دور راه يلعب فيه في ظروف معينه، والتلاميذ راهم يقراو في تلك الظروف وعندهم حوايج بزاف راس شغلهم الدراسه يا خاكد. نعم. من بينها الفيسبوك وما 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 واشياء اخرى كثيره كره القدم كل يعني اللي منعوهم وينجحوا في الدراسه ديجا سيئه. العام اللي فات قداه 49% والله من الناجحين في البكالوريا. البكالوريا تقريبا في الاواخر. دوكا ما درنيش الترتيب. الترتيب يقدروا الكل يجيبوا 70% ويكون 70.70 والاخرى تجيب 70% وتكون هي رقم 50. راك فاهمني كيفاه؟ يعني الترتيب بحد ذاته فيه. انا دوكا واش تقول لي الجماعه تاع التربيه انفوي؟ نقول لكم شكرا على التفاعل تاعكم. ها؟ وهنا جينا حوسنا عليك وقلنا مرحبا بكم. اه وقلنا هنا نشوفوا السيد هذا اللي راه حاط فينا واش يحوس. رجاء ابناء الردود ردوا باسلوب حكمة بعد عن السب والشتم. واش يقولوا استضيفوه في ايه واش تقولوا كان دورك ضيف 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 التربيه انف واش مش ممكن تقبل ما تقبلش؟ ها؟ ها؟ تقبل ما تقبلش؟ اهلا وسهلا. ان شاء الله يجي نهار اللي نطلبوك كضيف وترد على الجماعه ان شاء الله. والمهم احنا معلمين ونحبوا الجميع. وحنا تعلمنا تقبل كل الانتقادات. اسمح لي من التربيه يعني التلاميذ تاعنا قد ما يلوحونا قد ما يديروا فينا قد ما يسبونا وفي الاخير نفرحوا كي نشوفوهم نجحوا ونتمناو لهم غير يعني السعاده في حياتهم والخير يعني حتى ويسبونا احنا نتمناو لهم الخير. خير مبارك الله فيك سيدي. شكرا.